سياق آخر، شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي على ضرورة اللجوء إلى طرق وآليات جديدة لتمويل المشاريع بعيدا عن الاعتماد على البنوك، داعيا إلى الاعتماد على الأنماط الأخرى للتمويل. التغطية كانت لأحمد محمودي. كنا نتكلم على التمويل، احنا عرفنا يعني في الاقتصاد تاعنا التمويل عادي هو التمويل البنكي، ولكن في التمويل واش يعني التمويل ما كاش الا البنك، كاين تمويل ما بين المستثمرين، تمويل غير عادي، تمويل الاسلامي، الاستثمار، الشراكه ما بين الخواص، ايضا يكون تمويل. وثانيك السؤال اللي هو علاقه مع الانفورمال، يعني الاقتصاد الغير رسمي، كيفاش هذا الاقتصاد يكون ايضا حل للازمه، خاطر هذا الاقتصاد فيه كثير من المال، كيفاش هذا المال يقدر او يمول حقيقه الاقتصاد. كما اكد سامي عقلي ان المنتدى يشهد اليوم تغييرا جذريا، وان هذا التغيير ليس في الاسم فحسب كما يروج له، بل هو تغيير يشمل طريقه العمل والقواعد المعمول بها ضمن المنتدى. هو احنا ماناش نخلقوا في منتدى جديد، هو هذا المنتدى تاعنا يتغير بحوكمه جديده، يعني باداره جديده، بدي غاكل جدد. مثلا الاسم ما غيرناش الاسم، يعني رجعنا للاسم تاعنا، هو منتدى فوروم. الاولويه تاعنا نمدوا فيها اليوم يعني لخلق الثروه الحقيقيه، يعني ماشي يونيكمون على جو بونس اوز انتربريز دو دومان، الشركات يعني الصغرى اللي هي راح تفعل ما هو يكون الاقتصاد تاع الغد. ولازم ثاني نديروا النقطه الاولويه تاعنا هو الرقمنه، الرقمنه هي من اهم انا نظن الحلول بطريقه يعني كامله للاقتصاد او للفساد او كل ما راه عايشينه على الاقتصاد تاعنا. سا بوت ريالمون ان اوتي دو ان لوفي دو كروس.